الكلام، سنين دلوقتي وانا عايشه معاه على امل انه يتجوزني، بنفذ له كل اغراضه. رميت نفسي في النار، لعبت على فؤاد زي الابليس لغايه ما فرقت بينه وبين اخوه، برضه ما فيش فايده. مسكينه. لم لسانك يا بت انت. سامع فؤاد؟ عاجبك كده؟ طب والله العظيم اذا ما خرجت من هنا لمرت بيها الارض. في غمضة عين هعرف لك السر، وحياة ده ولا يكون على راجل. طلعنا من الموضوع يا اخي، بلغ عنه البوليس خليهم يودوه في داهية. بس اعمل معروف، ابوس ايدك، ما جيبش سيرتي للبوليس. سامحني، انا اعترفت لك بذنبي. سامحتني خلاص. طيب حضن بقى. ايه؟ حضن بقى. حضن بقى. الله يجازيك يا سمير، تعال هتبوس يا طنط. تعال، وحشتني قوي يا كتكوت. انا صرف على الشقه 3000 جنيه من معايا وجاي تعيط لي على 200 جنيه؟ يا اخي بص شوف غيرك بيعمل ايه؟ ما كانوش 30 جنيه عمي اللي بتقبضهم كل شهر وجاي بتعمل بيهم بني ادم عليا. انت ما تعرفوش يا سفوان، ده راجل مجرم قتال قتلة، ده اللي ما يطوش يخفي اسمه من الدنيا. احميني مني يا سفوان، خلصني من العذاب اللي انا فيه. انا بعيط على بختي واسمي السود، 3 سنين وانا كاتمة همي في قلبي لحد ربنا ما بعتك ليا. انا وقعت في عرضك يا زفوان، انا مستعدة اكون كسبانة تحت رجليك. اللي جابك عند متولي جابني هنا. جيت لي عشان تشوفني برقص، عشان تتفرج عليا. قول عجبتك؟ ده بيقول انه شارب. يلف ويدور حوالين الموضوع. تعرف لو سبتني هموتك واموت نفسي. فاهم يعني ايه اموت نفسي؟